لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. توينكس بالشوكولاتة. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في توينكيز بالشوكولاتة للمية جرام، السعرات الحرارية 314 سعر حراري، بروتين 3.6 جرام، كربوهيدرات 53 جرام، دهون 11.4 جرام. القيمة الغذائية في توينكيز بالشوكولاتة لقطعة بوزن 34 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 106 سعر حراري، بروتين 1.2 جرام، كربوهيدرات 18 جرام، دهون 3.9 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.